هنا ايضا هنا الانطلاقة لشوطنا الثامن في مجموعة أشواط هذا المساء وشوطنا الثامن الخاص لأيضا القعدان المهجنات الأصايل لأصحاب السمو الشوق مع المتميزين في هذا الانطلاق الجميل. نتابع الصدارة، نتابع المقدمة، نتابع نجد على الصدارة وعلى المركز الأول سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم بقيادة سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي من يأتي على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني مشاهدينا الكرام وثاني المراكز يأتي شاهين سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني سالم بن عامر المدهوشي في تضمير، بينما المركز الثالث مناظر من يأتينا على المركز الثالث لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم مع عتيق بن سالم بن عرطي الحميري، وعلى المركز الرابع يأتي باروت ومشوش على المركز الخامس هنا من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راهب بن حمد بن غدير. زلزلة من يأتينا على المركز السادس من هجن زعبيل سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهب سعيد المكتوم بقيادة المضمر راشد بن محمد بن مروشد، من يأتينا هنا بزلزلة في هذا الانطلاق على المركز السادس وفي المركز السابع. المركز السابع يأتي هنا سرحان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم مع علي بن راشد بن حمد بن غدير لقتبي، وعلى المركز الثامن التواجد هنا من شديد من هجن الرئاسة بقيادة عيسى بن أحمد بن مايد لخيالي، من يأتينا على المركز الثامن، بينما المركز التاسع الناوي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم حمد بن عبد الله بالطير العامري في تضمير، وعلى المركز العاشر والوصول من مبعد سمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راهب بن سعيد المكتوم مع غانم بن مسهر بالقوبة في تضمير، من يأتينا على المركز العاشر. هذه هي النتائج للمراكز العشرة الأولى في هذا الانطلاق والتحدي. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول، إلى نجد على الصدارة، نجد على المقدمة من هجن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم بقيادة سعيد بن راهب بن حمد بن غدير. أم ناظر من يجاوز من الجانب الآخر، أم ناظر من ينتزع الصدارة سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهب بن سعود المكتوم بقيادة عتيق بن سالم بالعرطي الحميري، ولكن أرى هنا يأتينا باروت ويتسلل إلى المركز الثاني من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راهب بن حمد بن غدير. نقد على المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعود المكتوم مع سعيد بن راهب بن حمد بن غدير لقتبي، ووصل هنا زلزلة هنا من هجن زعبيل بقيادة راشد بن محمد بن مروشد، من يأتي في هذا الانطلاق في هذا التحدي الجميل هنا مشوش على المركز الخامس من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راهد بن حمد بن غدير. سادس المراكز شاهين سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني سالم بن عامر المدهوشي في تضمير، سابع المراكز مبعد اسمه الشيخ سعيد بن مكتوم بن راهب سعيد مكتوم مع غانم بن مستر بالقوبع، وهناك الناوي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعود المكتوم محمد بن عبد الله بالطير العامري في تضميره. اما المركز التاسع فياتي شديد من هجن الرئاسه بقياده عيسى بن احمد بن مايد لخيلي، وعلى المركز العاشر ياتي مشاغب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعود المكتوم مع سعيد بن راهب بن حمد بن غدير لكتبي. نعود الى الصداره، نعود إلى المقدمة، نعود مع مناظر على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. مناظر لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم مع المتمرس عتيق بن سالم بالعرطي الحميري، وصل زلزلة من هجن زعبيل التابعة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة أيضا المتألق راشد بن محمد بن مروشد، من ينطلق مع زلزلة في هذا الشوط، ولكن
ترى هنا مشوش، بدأ يشوش مشوش على المركز الثالث من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير، من يأتينا على المركز الثالث ويتسلل بهذه الانطلاقة. ما شاء الله التحديات جميلة، شديد ومبعد قادمات، شديد من هجن الرئاسة بقيادة عيسى بن أحمد بن مايد لخيالي من يأتينا روبعا، ولكن هنا الصدارة، هنا المقدمة والمركز الأول. أم ناظر على صدارة، أم ناظر على المقدمة، هو زلزلة 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 زلزلة، بدأ يزلزل الميدان، زلزلة بدأ يزلزل الصدارة، بدأ يزلزل المقدمة، زلزلة هنا على صدارة هذا الشوط من هجن زعبيل بقيادة المضمر المتألق راشد بن محمد بن مروشد، مع زلزلة على صدارة، زلزلة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. ينطلق زلزلة، ينطلق بالأداء، ينطلق بهذا النوع الفريد، ينطلق بهذا العرض المميز وإنتاج النخلي هناك. ما توجد هذه النوعية إلا في منطقة النخلي فقط. ها هو زلزلة على الصدارة، على المقدمة. تهانينا تهانينا لهجن زعبيل ومالكها سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعود المكتوم، والتهاني للمضمر المتألق راشد بن محمد بن مروشد على هذا الأداء الجميل ولحظة الوصول إلى خط النهاية. المركز الثاني شديد في المركز الثاني من هجن الرئاسة، أما المركز الثالث فكان الناوي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن مكتوم. المركز الرابع من وصل مشوش لهجن العاصفة، وفي المركز الخامس مناظر لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعود المكتوم. ونعود إلى التوقيت الزمني ولحظة وصول زلزلة إلى خط النهاية، معلن الفوز، معلن الناموس بهذا الأداء الجميل وبأفضل توقيت في هذا المساء، 7 دقائق 47 ثانية، 7 من الأجزاء من الثانية. تهانينا لهجن زعبيل ومالكها سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهب بن سعود المكتوم، والتهنية للمتألق راشد بن محمد بن مروشد على هذا الأداء الجميل. المركز الثاني كان من نصيب الشديد لهجن الرئاسة ب7 دقائق 51 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا للمضمر عيسى بن أحمد بن مطر مايد الخيري. الناوي أتانا على المركز الثالث لسمو الشيخ مكتوم، عفوا سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعود المكتوم بقيادة حمد بن عبد الله بالطير العامري ب7 دقائق 53 ثانية، 4 من الأجزاء من الثانية. هو توقيت الزمني. التواصل أيها الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء.